فين كنا بنعمي؟ كنا بأنه الركراكي دخل مزراوي، حكيم ضيع بينارتي، سفيان مرابط دا الحمراء دا الصفراء، مع كانت عنده واحد الصفراء جا حيدو الصفراء. مؤامرة 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 قجعاوية هوكستانية صوصية ماسونية باش يفرحوا الشعب الجزائري. يا صاحبي راه عرفتي شنو هي الشعب صاحبي تفقس، عرفتي شنو هي الشعب ما عمرو فرح من الهدف نتاع بليلي. وعلاش الهدف بليلي؟ حيت على المغرب عاود سبب المغرب. راه الا ما كناش حنا والله ما تفرحوا الجزائريين باش غيفرحوا شكون غيفرحكم؟ شكون قال قولوا لي الله يرحم لكم شكون غيفرحكم؟ كنتوا عوالين مع وزير السعاده مسكين دار معكم جهود العام الاول 2019 بالماضي الله يجازيه بخير، انسان محترم هذاك. هذاك انا واخا يوقع اللي وقع هذاك السيد ما عمرني نجبدو بالعيب، انسان محترم واخا جريتو عليها انا كريم الخير. نسيتوا الخير ديال 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 بالماضي. المنفذين تاع الاجنده الاماراتيه غلبوا المنفذين تاع الاجنده القطريه. ابن عمي اسمع 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 التحليل ديال الاجنده الاماراتيه غلبات الاجنده القطريه في قطاع الرياضه. ابن عمي من بعد نناقشوها، من بعد هادشي ما غيفهموهاش الحمراء والبراء ما يفهموهاش. ايوا زيد بالماضي مسكين من 2019 ما فرحتو خمس سنين اجدك. قل لي اخي الجزائري اختي الجزائريه بكل حب للشعب العادي الانسان العادي بكل حب، شنو هي الانجازات اللي دارت لكم واللي فرحتكم هكذا في الجزائر؟ يعني فرحتوا هكذا فرحتوا يشتك الناس. ما خرجتوش من اجل فلسطين وغزه، صدعتوا لينا راسنا وخرجتوا باش تفرحوا ضد المغرب المصغر. لا هما باش هما دابا باش يبردوها. قال لك فرحان بجنوب افريقيا. علاش جنوب افريقيا رفعت الدعوه على اسرائيل؟ ايوا وانتم علاش ما رفعتوش الدعوه على اسرائيل؟ اي قال لك حنا ما عندناش معها العلاقات. وباش كتعاونوا نتوما اسرائيل بالحزاق الحزوق ازاريضن باش نتوما شنو؟ والله العظيم اخوتي لاباس. اذا نرجعوا للموضوع ديالنا، الشعب الجزائري الشقيق كان في حاجه ماسه لان يفرح. ما لم يستطع ان يحققه بالماضي حققه حكيمي. سير يا حكيمي انا راضي عليك دنيا واخره. سير يا حكيمي واخا عصبتيني وخرجت من القهوه. انا شوف انا ما كملتش الماتش، انا غير ضيع بينارتي وخرجت ياك عصبتيني، ولكن ساعد برنوس حمدتك يا ربي وشكرتك على هاد النعمه اللي رزقتيني بها. هاد النعمه ما كانش عندي عاد ياما ولات هذه واحد 10 سنين. وليت كنتعصب اثناء الماتش كيصفر الحكم النهائي نتاع الماتش، كان سالي مع العصب وكان سالي مع شي حاجه سميتها راني غضبان. صافي كنولي انسان عادي جدا والله العظيم اخوتي. درت دي زيكزيرسيس اكسترا مورتوفولوجيك على راسي على الذات نتاعي وخدمت ونجحت. الفتنه هذا اي الفتنه ملي فرحناكم ولدي الكلب، ملي فرحناكم فتنه. فرحناكم دابا كتقولوا لنا الفتنه، حنا فرحناكم، حنا خرجناكم تفرحوا تضحكوا في الشوارع ولينا كنديروا الفتنه. شكون يخرجكم للشارع؟ شكون؟ فلسطين سدوا عليكم ما بغاكمش تخرجوا. فلسطين غزة سدوا عليكم ما خلاكمش تخرجوا. باش غتفرحوا؟ باش غتفرحوا؟ عيا يخرط عليكم. واش ولا بنادم فرحان كيقول لك غنقطعوا الضوء على المغرب؟ شوف الانجاز اللي داروا تبون الجزائريين باش يفرحهم. غادي نقطعوا الضوء على المروك مازال ما قطعتوش، مالكم؟ اش كتستنى العباط الزباط الهباط الضباط الغباط الاغبياء العباط؟ اش كتستنى؟
إيه على نظام صاحبي، ومع ذلك كنعاونوهم وشوف حتى حدا والله العظيم إلا وكنعاونوهم وكنعطيو لهم هكذا غير يفرحوا. والله العظيم إلا عندكم الزهر في هذه البلاد السعيدة، بالله لو كان ما كنتوش حدا المغرب ما تفرحوها، تكلوا على تبون والله لا فرحكم، تكلوا على شي زمر والله لا فرحكم، باش غتفرح انت صوفيا؟ بالله ما تفرحك، عارف مشاكرا يفرحك، عارف مشاكرا ركب عليكم سبع شهور وهو جار فيكم، وحنا نقول لكم عندكم الحق. كنقول لكم الشعب الجزائري في قوة يضحك عليكم، يقولوا لي والله العظيم اللي كيكتبوا لي كيقولوا عارف مشاكرا راجل فحل يا المخزني يا العياشي صوفيا الراجل صوفيا فحلا عارف مشاكرا ما تقتلوش. بردعهم هادو ما خصهمش يفرحوا، والله ما خصهم يفرحوا بالله، حشوم عليك غير ركراكي. نتسناو يخلص العقد، يخلص ندمكش من عقد عندكم. واسير يا واسير العابد سير، راه مازال ما شفتش انا شي اغبياء قدكم. وسير صاحبي سير، تمشي تضرب الكلاكسون بشيري وفرح. اش غتقطع قزع بنكون زعش من عقد وش من كهرباء وش من ويل السلام من الريفيه مرحبا بنت عمي. سير جدك سير تكمش سير تكمش في شي مانطا واعطيها تما القنابل الدريه وتكمش مع التليفون تبيع البوه من راسك وحسن حتى نخسروا في 2066 وخرجت تفرح. إلا ما فرحناك حنا شكون غيفرحك؟ 36 مليار فينا هي؟ والو الماء ديال المتوسط الحلاوة فين فين؟ والو قطار طامن راس؟ والو البريك؟ والو صناعة السيارة؟ والو السياحة؟ والو كرة القدم؟ والو كأس العالم؟ والو موريتانيا؟ بنادم خاسر مع موريتانيا وجاي يضحك على واحد خاسر مع جنوب افريقيا؟ موريتانيا جدك ومازال عند اخويا باز منين كتجيبوا داك النفس عندكم؟ ايش غدير؟ اي شوف دابا واحد كيدير لي تمط الطيارات، هذاك رضوان كيدير لي الطيارات وعنده ساعة غيبقى معايا ساعة كيسمعني انا كنسلخ فيه وهو داير كوبي كول للطيارات. ازعما الطياره فهمتي؟ افرح يا جدك افرح، والله العظيم الا افرح. شوف هانيتون انا بالنسبه لي اقسم بالله الا دينا معكم شويه ديال الاجر فرحتوا استشفيتوا خرجتوا داك الشيء اللي عندكم فهمتي؟ والو كنتوا غتفقسوا الزمر، كنتوا بديتوا تحرقوا في الطائرات وتجي دير لي طياره. انت دابا لو كان لقيتي العجله الطياره ولا تحرك لفرنسا بالله ما غتمشيش راكب، غتمشي في العجله تسير. المهم علينا خوتي الجزائريين نو بروبليم، فرحتوا بالصحه والراحه، خرجكم من النظام تفرحوا، خرجوا معكم البوليس حتى هما فرحانين بصحتكم. دابا غادي نجيو نطنزوا على الركراكي نتاعنا. انا غابن عمي شحال كيشد شحال شحال كيشد الركراكي؟ قالوا لي كيشد 60 بين 60 و70 مليون. احبس الركراكي لا بغى يزيد معنا في المنتخب 6000 درهم، 6000 درهم وبريما 250 درهم ديال الغلب، يجمع الغلبات يتحيدوا له نهار يخسر، نهار يخسر حيد له داك 250 ديال الربح اللي ربحها قبل. ما كاينش تخرج شي 60 مليون وتجيب ليا الخساره مع سان داونز، اسمح لي خير الركراكي هادي ما هادي ما فيهاش خير الركراكي. 6000 درهم سطاف ما يمشي بو سطاف. ما شوف هذيك كاس افريقيا بعدا كاس العالم سيروا الدنيا هانيه، كاس العالم دي معاك الحبشي
دي معاك ستاف ديال التغذية، ديال المساج، ديال علم النفس، ديال تفسير الأحلام، دي معاك كاع ستاف كأس العالم، ما عندناش مشكل. إفريقيا سيرها بن عمي بالبوط وتشنكلا، والخطة فيها ثلاثة ديال النقاط: أطلع، أهبط، هرس. صافي، سير نتا 10 ايام قبل، 10 ايام قبل عباد الله، شد لوطيل على البحر، اللعابه كيخرجوا بالصنداله كيضربوا تمادويرات في لابلاج، ويا ويلك تقلقهم، عندك تقلق ليا زياش حبه المشماش، عندك يا جدك الزيتونات تحطهم له على اليسر ما تحطهم لهش على اليمن، والبنه الصغيره نهار اللي تعصب خصها مساج خاص بالزيت نتاع الكوكو. اشوف الاخوان، انا كان طنز، انا كان طنز ابن عمي، انا المهنه ديالي طناز، اللي مازال ما عارفش ستيل نتاع سعيد برنوس ما عندي ما ندير له، انا طناز. صافي، خليوني نطنز، الله يرحم ليكم الوالدين. اللي مازال ما عارفش سعيد برنوس الطنز نتاعو يمشي يتفرج هذه 3 سنين 4 سنين. ايوا، اذا خير القجع الركراكي عطيه 6000 درهم، زيد له 250 درهم بريما، الحبشي يحيد له البيسي، الحبشي ما عنده ما يدير بالبيسي في افريقيا، الحبشي عطيه داك اللوحه نتاع التحضيري، اللوحه نتاع التحضيري وستيلو، وما تعطيش مساحه يمسح بيدو، يمسح بيدو. افريقيا ماشي نتاع داك الشيء ديال الضطا بن عمي، جايب لي انت قريتي تنزانيا، وتنزانيا بعد عرفوا راسهم هما كي كيلعبوا، عرفوا هما راسهم كي كيلعبوا، هما بلا مدرب تعادلوا بالمدرب خسروا 3-0، تجيب لي انت الضطا مع تنزانيا ما يعرفوا شنو هي 4-4-2 من 3-2-4، جايب لي انت وقاتل راسك وكذا، وهادي جيب لي الحبشي، جيب لي الضطا 7 ايام وانت كتوجد. هادو كيلعبوا في الصفر، هادو كيلعبوا في النقطه الرماديه والخضر، وهادو كيديروا كذا، ماشي وقتها، كيفاش ماشي وقتها صح؟ اتعلموا الطنز هو صاحبي، تعلموا الضحكوا، مالكم دايرين هاك؟ واش بنادم ما منحقوش حتى يطنز؟ الركراكي باقي مدرب نتاع المنتخب المغربي، وغيمشي لكاس العالم وغيجيب العز، والركراكي تعلم الدرس ومازال غنعلموه وغنطنزوا عليه، وخصو يتعلم العربيه مقاده. كيفاش دابا انت 10 سنين وانت باقي معانا داك النيه و دونك لو ماتش تي فريمون شي حاجه ديال خاصك ديروا الهيا ودربوتو وتخرج، انت كيفاش 10 سنين معانا ما تعلمتش الدارجه؟ انت كيفاش، انت كيفاش داك الشيء ديال تخرج، تخرج تمني جبتي خرج اخويا شويه في الشوارع، دير مع سير اخويا دير بغلف، بيع شويه ديال الميكا، دير اخويا شويه ديال الطم غرابي اخويا. جاب لنا مفهوم جديد هذه المره، قال لك افريقيا، قال لك افريقيا ما خصهاش النيه، خصها الريه. ايوا، وماذا اعددت لها، ماذا اعددت لها من ريه؟ نتوما الماتش ديال الجوج بقيتو تما طايحين، طايح اكثر من نايض، وغادي 10 ايام قبل وكتضربوا علي الدورات من التشانك الى داك 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 الصنداله، غاديين جايين في داك ها ايوا. قال لي واحد عيقتي، ابو ياسين، ابو ياسين اضحك اخويا، ابو ياسين الله يرحم ليك الوالد، واضحك وتسائل وتعصب حتى انت وفرغ داك الشيء اللي عندك وبركه من الكرزيزه صاحبي، مالك داير هاك؟ واش انت فرحتي شعبك كامل الجزائر فرحانه كامله ومازال منيرفي؟ انا والله الا غير شفتهم فرحانين اقسم بالله الا فرحت، قلت حمدناك يا ربي وشكرناك، داك الحاكمي غيمشي للجنه ان شاء الله عينهم مفتوحين،
واش السيد الشعب 40 عام صاحبي ديال الولود القهرة و500 عام ديال الاستعمار، ها العثماني ها الفرنسي، ها جاهم داك بومدين هبيل هبلهم، جاهم الشاذلي معربط عربطهم، جاتهم جاهم نزار 250 ألف جزائري شرشمو في 10 سنين، جاهم بوتفليقة هو اللي فيه عنده شوية العقل، بوتفليقة قال لهم غادي ندير الراية الجزائر نزيد لها سميتو الغالب الله، ماشي الغالب الله لا شي حاجة الله يداوي ولا والله إلا قال لهم بوتفليقة. شفتوا داك الفيديو ياك؟ قال لهم العراق داروا الله أكبر، السعودية عندهم لا إله إلا الله، قال لهم حتى حنا خصنا نديروا الغالب الله، الله غالب الله غالب. جا بوتفليقة مسكين كان شوية بعقله وشوية جا داك خوه داك السعيد شرشم الدعوة سرق لهم الزمر كامل، الجنرالات قسموا البلاد، جا واحد النهار مسكين واحد المرضي سميتو بالماضي من داك النهار ندموه في النهار اللي جاب لهم داك الكاس بجراها وعليه ما عقلوش عليه. اي والله مساكن والله العظيم فرحناهم فرحناهم. ايوه الله يجعلنا غابة والناس حطابة. نرجع لحكيمي. ايه الحكيمي واه حكيمي عنده الماسور خاص بالبنة صغيرة وفي التالي ضيع بينات. تخيل معايا لاعب عنده ماسور خاص بالبنة الصغيرة، عندك تغضب البنة الصغيرة اتونسيون تغضب البنة الصغيرة نتاع حكيمي وفي التالي ضيع بينارد. اما واحد بونو مسكين الركراكي بناطوسي الركراكي بناطوسي مسكين طوسي قاري شوية الفرنسي قاري شوية علم النفس، دار واحد جوج نتاع لي كور ديال التواصل اديستونس، ودار شوية واحد دورة تكوينية في الندوات الصحفية صحفية ها طوسي مسكين اهما جينا بدك القضية ديال النية، والنية صافي النية واحد المرة ايوا التكتيك فينا هو غضرب الكرة بوطو تخرج راه ضربات البارح بوطو خرجت هادشي اللي بغيتي انا العظيم بالله ضحك نورمال ماشي كيفاش ضحك نورمال فهمتي دابا نتوما عاد جايين تقادو ساعتها بالنص في الضحكه ديالو في الطنز ديالو نتوما دابا حتى 2024 عاد جايين تقادوني تخليونا صاحبي راه ما قادونيش حتى ما خلاو ما قالوا فيا عرفتي شنو شحال طنزوا عليا اليوم الجزائريين وشبعوني سبان في البريفيوت والطاقات الطاقات في الفيسبوك كي طاقي لي باج ديالهم عارف انستغرام طاقيني كلشي طاقيه بالنص عرفتي كيتشفاو فيا كيستشفاو فيا تسحبهم دابا غادي نغضب ونتعصب وما غنتعشاش والله العظيم الا ضربت لك واحد العشايه بن عمي البارح داكشي اللي كليتو البارح ما عمرني كليتو في العشاء ايه بالله كملتها بواحد جوج كيويات وواحد جوج ديال دانونات خي الجزائري الكيوي محال واش كتعرفو اسمح لي والله العظيم ما عندي ما ندير لك اش غدير والله كيوي محال واش يمكن غير كتسمع عليها مسكين والله العظيم الى البارح اللي شبعت عشاء والله الا تعشيت مخير ونعست تحت دوده معاك اليوم كان عندي الشغل فقت مع الفجر اش من الفجر فقت مع 5 الصباح والله العظيم الى تحت دوده ما سوقتش انا لذاك الشيء كاع نط الصباح لقيت الجزائر مقلوبه الفيديوهات تت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 
صافي، كنت في لافاك في مرتي في الجامعة الصباح، كنت في الجامعة. ايوا ابن عمي ديالي، وانا شفت داكشي وانا نفرح، افرحت قلت حمدك يا ربي وشكرتك. الجزائر فرحهم مساكن 4 سنين وهم يستناو تبوني في الرحوم، والو الدجاج كان يدير
الدجاج تضرب في ثلاثة، الثمن تاع اللحم تضرب في ثلاثة، ثلاثة ثمن الخضرة تضرب في أربعة. لا سيارات، لا معامل، لا خدمة، لا بروجيات، لا بريكس، لا عديكس، لا كذا، الطوابير، الحليب، الغبراء. كما فرحناكم انا ما والله ما فرحنا بالله، واش زعما فرحنا لانكم خسرتوا؟ لا لا لا، شوف حنا الا فرحوا غيكونوا فرحوا واحد، شكون اللي غيكون فرح؟ غادي يكون فرح خليل. او جمجمه، الشيخ جمجمه. لا والله العظيم حنا ما فرحناش، لا ماشي حنا كنا عارفينكم غطيحوا طيحوا زعما. انا نجيك الاخر اخويا والله العظيم، انا سعيد برنوس ديك الجن، مرحبا مرحبا ديك الجن مرحبا. انا نجيك من الاخر، انا والله الا كنت عارف ما غديروا حتى وزه، حيت انا عارف داك الشيء باش مشيتوا الطريقه باش رديتوها حرب، غاديين الحرب، وداك الاعلام ديالكم وداك الشيء ديالكم، لا عرفتكم يعني عرفتكم ما تخسروا والله العظيم بالله. مساء النور مساء النور، الله يحفظك. شوفوا الراي المغربي واش راه ننطنسوا شويه ولا ما كاينش.